ليالي الغرام. ايه ده؟ مازو بيه؟ ازيك يا مازو بيه؟ ايه مالك في ايه؟ طب رد السلام حتى. اوعى حرام. حرامي؟ يبقى كده؟ ماشي. معلش يا زمن. بتقول حكم حبكت يعني دلوقتي؟ ايه ده؟ ما تخسرش والله، الشتا جاي. ماله ده؟ بقول لك ايه؟ الكلام اللي حصل بيننا ده ما يتحكيش لوسيم. هو ايه اللي حصل ما بيننا؟ الكلام. ماله؟ ما يتحكيش لوسيم. انهي كلام؟ اللي حصل بيننا. ماله؟ ولا؟ ايه؟ بقول لك ايه، انا مش فايق لك. اعمل اللي بقوله وخلاص. حاضر. حاضر. ايه ده؟ ماله ده؟ اتفضل. اخلص اخلص يا وسيم، متأخرين. حاضر. ايه ده؟ ايه ده يا مستر وسيم؟ مين الراجل اللي شبهك ده؟ يكونش ده الراجل اللي بعتها اللعب عشان يلعب مكاني؟ لا، لعبة ايه؟ لعبة ايه يا جميل؟ الله يستر بيتك، ما تقولش كده. ده اخويا الكبير، اخويا الكبير قوي ابي بسيم. شبهي قوي، بس انت احلى. قوي قوي. ابي بسيم اعرفك، ده جميل جمال. يبقى ثانيه واحده، هو الطقم المذهب ده افاد البشريه في حاجه؟ لا ما اظنش خالص. يبقى مش عايز اعرفه. مش عايز يتعرف عليا. انا ملاحظ ان الكلام حروفه اتلخبطت ومحتاج يتظبط من اول وجديد، وانا هظبطه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا احمق؟ انت يا ابني عار على البشريه، ويانا يا انت في الكون ده. انا احمق يا ازرق؟ وبعدين انت اللي لابس احمق مش انا. هتعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ انا هوريك هعمل ايه. وسيم، كلم لي حلف شمال الاطلسي حالا. حاضر حاضر يا بيه، هكلمهم. بس انت هدي نفسك والنبي. لا لا لا، والنبي وسيم بيه ايه؟ شمال بالاطلسي ده راجل حلف طويل عريض وايده طرشه ولسه معلمه على قفايا لحد دلوقتي. وبعدين انت حباني عشان خاطر كوبي بيلت زي ده؟ اهدى بقى، بقول لك ده اخويا يا ابي بسيم. على فكره يعني جميل بيه ممكن يكون افاد البشريه جدا، بس هو في الحقيقه راجل كتوم قوي، فما بيحبش يقول على الحاجات اللي هو قدمها للبشريه. ايه اللي جابه هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابني هنا؟ اصل كنت جاي عشان اقول لوسيم بيه اللي انا لقيت له الفيلا اللي كان طالبها مني، وكان مسهرني الليل عشانها. شفت؟ اهو طلع هو اللي جايب لك الفيلا اللي انت عايزها. ايه ده؟ هو ده اللي هياخد الفيلا؟ لا، ما ادهاش للاطلسي دوت. يا جميل لو سمحت. يا جميل بقول لا، ما ادهالوش. يا جميل لو سمحت، وبعدين خد بالك، انت هتدي لواحد قدم للبشريه كتير فيلا، فهتبقى انت قدمت للبشريه حاجات. فاهم ولا مش فاهم؟ مش فاهم طبعا. هو حكايه قدم للبشريه؟ قدم للبشريه، ما انا قدمت للكليه ما اتقبلتش فيها يعني. خلاص يا جميل اهدى بقى. لا مش عارف يا سيدي، انا اسف. خلاص. طب يا ابي، بما ان جميل بيه هنا، ما تيجي نروح نشوف الفيلا. وسيم، العيله اولا وقبل اي شيء. نزور عيلة السرايطة وبعدين نبقى نشوف بقى موضوع الفيلا والكلام الفارغ ده. يلا نزور عيلة السريتي يا راجل. بقول لك ايه؟ ايه؟ تيجي معانا مشوار العيلة ده وتتعرف عليه؟ لا عيلة ايه؟ امشوا انتوا، ده اصحابكم السلامة. شكرا. عفوا عفوا يا سيدي. بقول لك ايه يا جميل؟ ايه؟ يا ريت الكلام اللي حصل ما بيننا ده ما تحكيهوش قدام مازو. هو ايه اللي حصل ما بيننا؟ الكلام. انا وكلام اللي بيننا. ماله؟ ما تحكيهوش قدام مازو. انهي كلام؟ اللي حصل ما بيننا. ماله؟ ما يجابش سيرته. ايه ده؟ احنا هنجيب سيرته واحنا معقوله؟ اه يلا اتفضل يا بيه. اتفضل. مع السلامه. مع السلامه. اتفضل.